مع خطيره مع خطيره مع خطيره، بطله 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 تحضر بطله تحضر دائما وابدا. هجر الشحانيه اللحظات الاخيره، خطيره خطيره لا زالت، ولكن مريفه مريفه ولا خطيره ولا شوهين، مريفه وخطيره وشوهين، خطيره يا اخواني، خطيره خطيره خطيره، صاحبه الرموز صاحبه الرموز، لا تقهر البطلة، بنت متعب بنت متعب تتعب الجميع، صاحبة الرمز العام الماضي في مهرجان سمو سيدي ولي العهد، تضيف هذا الإنجاز، بطلة بطلة. أبنائي مملكة البحرين يحضرون يحضرون يحضرون. الحوت يقدم منسوج، يقدم لنا منسوج بهذا الاداء، الاداء المميز هنا بهذا النسيج، هنا بهذا النسيج، الشعارات القادمه، الزعيم يصل الزعيم يصل، علي بن محمد بن جابر بن فران، ايضا شعار صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف، لكن منسوج لكن منسوج، ابنائي شحانيه، ابنائي دوله قطر، ابنائي دوله قطر، السلام وين؟ السلام وين؟ الانتصار وين؟ الكاس وين؟ كاس سيدي ولي العهد، الى الدوحة الى الدوحة الى الدوحة، منسوج بالذهب بالذهب بالذهب، سلام سلام، تحية واحترام للأشقاء في دولة قطر الشقيقة. يا علي يا بسعيد يا الزرعية علو، يا محتكر الرموز، البرقي من الجانب الايمن، البرقي هناك قادم، ولكن ولكن ابناء السلطنة ابناء السلطنة يابون الا الحضور الا الانطلاق، تسلطن علو تسلطن علو، فحسم الكاس لابناء السلطنة بانطلاقة سحاب علي بسعيد بن سالم الزرعي. يا سلام عليك يا المحتكر، ما سماه المحتكر عبث، محتكر للرموز محتكر للانطلاقات الكبيرة. يا سلام إلى السلطنة الكاس، إلى أبناء سلطنة عمان، هذا الفوز وهذا الانتصار مع سحاب علي بسعيد بن سالم الزرعي، تهانينا والنماس المركزي. مع سيف سيف بدأ يقترب علي بن سعيد بن سالم الزرعي، ولكن بن عطية يقول أنا لها، المرعب المرعب يا عاطف يا بن عطية يا القرشي المرعب، إذا جاء يوم الفعال ورفعت فيه الأعلام فأنا لها في يوم الثقال، بطل لا تستطيعه الأبطال، ولكن يا سلام سيف سيف سيف، وصل سيف ومرعب، السلام هل سيبقى في المملكة في المملكة يا عاطف يا بن عطية؟ هذا هو المرعب، نعم 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 نعم، اسم النار على علم، في المملكة يبقى السلام، أنا الأسد الغالب فارس الكتائب والمواكب، نجم نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى شعار مبارك بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي، من يقدم لنا حصانة؟ الله 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 الله، هذه العروض وإلا فلا، هذه العروض وإلا فلا، عروض آخر الأمتار، الله على انطلاقة حصانة وتحديات حصانة، مبارك بن هدي لك، نبارك يا الشامسي على هذا الفوز، إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع انطلاقة حصانة مع فوز حصانة مع آخر الأمتار، تهانينا والف مبروك المبارك بن هدي بن بطي بن ميثان الشامسي المركز الثاني، شعار هجن العاصمة مع الشاهينية المركز الثالث.
الموج الموج وللطام يا سلام للطام يا لطام. هيا الى الامام يا الرسمي الامتار الاخيرة اللحظات المثيرة للطام مع المركز الاول محمد بن عامر بن سعد الف هيدو وجمران هو القادم لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود وصل مع المركز الثاني للطام واللحظات الاخيرة للطام والامتار النهائية المعركة النهائية بالامتار النهائية مع شعار الرسمي للطام للطام ما من همان. اذا متابعينا الكرام التهاني والتبريكات لمالكي للطام تهانينا والنماس للرسمي تهانينا له والف مبروك لمحمد بن عامر بن سعد الفهيدة على فوز للطام بالمركز الاول فيها. هتون بدون اي اوامر العصا في الابطان سلامي عليك يا السريع سلام سلامي على شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة من يتابع هذا الشعار ومشكور يا بن فاضل مشكور بانطلاقة هذا الاسم باندفاعة هتون 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 بدون اي اوامر تستعرض بهذه العروض الكبيرة والخطيرة المثيرة هتان 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 انطلقت بعرض كبير سلام لشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مشكور يا السريع سعد بن محمد بن صافية ومشكور يا بن فاضل مشكور بدون يا ثاني هو القادم في هذه اللحظات منبه بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة يصل مع المركز الثالث تقدم إلى المركز الثاني ولكن مذخور الأمتار النهائية يا أبو عبد الله حرك مذخور حرك مذخور مع المركز الأول مذخور لمن النوماس ما شاء الله تبارك الله انطلق هذا البطل بكل ما أوتي من قوة ليثبت للجميع مدى قوة وحضور هذا الشعار تهانينا والنماس لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود على هذا الفوز والحضور المشرف مشكور أبو عبد الله مشكور على هذه المتابعة. المركز الثاني منبه بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة من يتقدمنا باحثا عن تسجيل نقطة ثمينة نقطة ثمينة يا سلام يا سلام شعار منسوج شعار منسوج هذا الشعار الغني عن التعريف يصل يصل بهجن الشحانية لو يا هذا الحضور وصلت ايضا وصلت في هذه اللحظات مراسيل مراسيل بن ام روشد بن ام روشد هجن الشحانية شحانية بن مروشد اجن الشحانية ابناء دولة قطر ابناء زايد ابناء زايد ابناء التحدي ابناء دبي ولكن ولكن اجن الشحانية سلامنا الى الدوحة سلامنا الى ميدان التحدي سلامنا. المركز الثاني التضمير غادر بالفوز غادر بالسلام غادر بالانتصار الى الدعم الخطير العناب الخطير هجن الشحانية هجن الشحانية هجن الدوحة هجن الدوحة هجن قطر الله يا موجب موجب ولدعم العناب الخطير مع الفوز ومع الانتصار كبير موجب لهجر الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية سلام يا العنابي سلام سلام يا لدعم الخطير سلام عليك الحوت. المركز الثاني كان مع المركز الثاني سيوف وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا سيوف
ولكن جمايل جمايل ونوف شعللت المعركة شعللت المعركة ونوف وأيضا الذهيبة واقتربت واقتربت سيوف ولكن ذا شوط وين بيروح وين بيروح هل سيبقى في الدار أم سيغادر الحدود ولكن بمروشد بمروشد بالأسماء الذهبية بالأسماء القوية راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد أسعد الله مساك بكل خير يا بن مروشد على هذا الإبداع والتألق تهانينا والف مبروك لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد على قادم رشيد بن محمد بن هلال الامطيري ولكن بن مراشد بن مراشد بن مراشد مع متعب مع متعب 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 اتعب متعب غادر بالفوز غادر بالناموس بالنوماس الله يا متعب الله يا بن مراشد الله يا بن مراشد متعب 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 راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد والنقطة الثانية على التوالي سلام يا بن مراشد سلام يا بن مراشد سلام يا متعب سلام إلى دولة الإمارات المركز الثاني وصل المتحد رشيد بن محمد بن هلال المطير المركز الثالث ما بين العزيزية وما بين ما بين حبيبة حبيبة ولا العزيزية اللحظات الأخيرة بنجروح طار بنجروح طار بنوماسي هذا الشوط بو عبد الله بو عبد الله يحضر كحضور الأبطال يحضر كحضور الأبطال من لا يعرف هذا الشعار يتألق يبدع ويمتع السلام إلى أبناء المملكة العربية السعودية إلى أبناء حائل السلام والتحية والاحترام تانينا والنماز بو عبد الله على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار في مساء هذا اليوم نماز مستحق نماز وحضور وإبداع وإمتاع يا بو عبد الله متر الأخيرة ونواف حلق على أرضية الميدان نواف مع الانتصار نواف 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 وبدأ يقترب شاهين هجن العاصفة بدأت تقترب ولكن نواف ذهب بالانتصار ذهب بالسلام السلام سعودي السلام سعودي السلام سعودي مع شعار صاحب السمو والملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود يستاهل التحية يستاهل التحية وختامها مسك ختامها سيفين ونخلة ختامها سعودي ختامها سعودي سلامي عليك يا مالك نواف على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني شاهين هجن العاصفة المركز الثالث مبلش علي بن عبد الهادي المري شاف داره في